إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. الحمد لله الحمد لله ملك ذي الملكوت والجبار ذي الجبارات الذي خلق الموت والحياة لاختبار على الإيمان والثبوت. الصلاة والسلام على سيدنا الوجود وحبيب اليقظ محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم بعد الموت. ولا أنسى أن أقول شكرا كثيرا إلى رئيس الجلسة التي قد أعطاني فرصة نفيسة التي تلألأ ويتلألأ وكانت تلألها أطيب من تلألؤي من تلألؤي وتلألأ تلألأ Masya Allah. Laisa talak tak? Mana dah talak tak? Ayuhal ahibba, ayuhal ikhwah al ahibba. Falestin. Ayu araftum, ayu syai'in araftum minal Falestin? Ayu syai'in? Hal antum, hal lakum minhum? Hal lakum minhum? Hal tashtakuna ilaihim? Masya Allah, idha lam tashtak. Masya Allah. Hadhil khitabah muzina laisa farha. Fadal, istamir. Ayuhal ikhwah al-ahibba, hina nastati'u kulla yawm yamussul batni bisababi syatu'i walakinnahum minal Falestin ayu minal walid awalat ayu minal kabir aw saghir ayu minal mar'ah aw rajul hum yamussul batni bisababil ju' أنا حزان. وحين نستطيع كل يوم أن تنام على الفراش فراش الجيد ولكنهم فلسطين أي من المجتهد يا الله هم لا يعلمون إن هذا اليوم يوم الآخر منهم. أيها الإخوة الأحباء، إذا كان اليوم الطفل من فلسطين يسأل أمه: يا أمي أين الأبي وأين عمي وأين أخي؟ لماذا لا أرى منذ الزمان؟ ومتى نستطيع نجتمع معا ونأكل معا في مكتب واحد يا أمي؟ يا إخوتي الأحباء، هم فلسطين، هم مسلمون كمثلنا، وهم الناس كمثلنا، وهم إخوة كمثلنا، وهم إخواننا كما قال الله تعالى.
مريم إن المسلمون إخوة. أيها الإخوة الأحباء إذا كان اليوم يوم الصرح ينزل من الإيمان فجأة جاء الجنود من حولنا وهم موجهون بكل الإنعاء ثم ماذا ستفعل أيها الإخوة الأحباء هيا بنا الآن نشعر بما تشعرون به وهيا نحزن كمثل محزنهم أيها الإخوة الأحباء لا تسكنوا في مكانكم والأنتم لا تفعلون شيئا والآن ماذا ستفعلوا الآن على المفروض وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم الله من الدعاء هيا الآن ندعو معا إلى جميع المجموعة في جميع الاجتماع في فلسطين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انصر إخواننا المجتهدون في فلسطين اللهم انصرنا اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم ارحم مولاتهم وتقبل المجتهدون وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين قبل أخير من الخطبة حيا بنا ماذا مغنماً هل أنتم عرفتم من غناء كل يمكن يكفي هذا مني إذا وجدتم أخطاء مني عفوا كثيرا ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته